بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، ولكن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي من أصعب العلاقات التي بالإمكان أن نترجمها بحروف أو بكلمات، فهي ليست بمحور يضرب بها المثل فحسب، ولكن هو امتداد طبيعي لجغرافية المكان وأواصر الدين والعروبة والنسب. العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية والبحرين هي التراحم، هي التآخي، هي وحدة المصير وانعكاس كامل للحمة الوطنية، حيث يصرح بها خادم الحرمين الشريفين رحمه الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وهذه المقولة التي هي بأن البحرين هي بنت صغيرة وحدود الرياض هي المنامة وحدود المنامة هي الرياض، من هذه الكلمات نستشعر عظم القيادة، عظم الزعامة التي لا تخالطها مصالح ولا تغلب عليها السياسة ولا الأعراف ولا البروتوكولات ولا الدبلوماسية، فهي علاقة الأب بابنته. أسمى من تعبر عن هالكلمات وأسمى من أن ترصدها أعين الإعلام ويتناولها المحللون، فالمملكة العربية السعودية لم تدع مناسبة إلا وأجزلت فيها بالعطاء والإباط والمد اللامحدود والعتاد لتبادلها مملكة البحرين بالحب المطلق والولاء. تشكل هذه العلاقة بين المملكتين علاقة استثنائية متفردة لا توازيها أي تحالفات ولا يدرك أبعادها إلا الكيان الواحد. هنا يعني تحضرني الذاكرة ولنا في هدية سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى الملك حمد بن عيسى الخليفة دروس وعبر، حيث شهد قصر الصغير الاحتفاء بالزيارة التاريخية التي قدم فيها جلالته لخادم الحرمين الشريفين احتفاء بهذه الزيارة التاريخية السيف الأجرب، وهو سيف يعود لجده الملك الإمام تركي بن عبد الله آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، والذي ظل قرابة 140 عاما وديعة في مملكة البحرين. وقد تفضل جلالته باستعراض ما يحمل هذا السيف من رمزية قائلا: لقد ظل هذا السيف رمزا من رموز العائلة الواحدة والأصل الواحد والموقف الواحد على مر السنين، وقد ارتئينا بهذه المناسبة المباركة أن يكون مكانها بين أيديكم الكريمة تذكارا لما بناه الأولون، وأمانة خالصة للأخوة الحقيقية والتاريخية بيننا وللتكاتف والتلاحم بين الشعبين السعودي والبحريني، فهو درب من العشق لا درب من الحجر.